من المواقف اللي أثرت بحياتي كلش وخلتني أعيد حساباتي اللي هي خروجي من برنامج The Voice. انقهرت، هواي ناس ظلموني بالبرنامج. الحمد لله أشكر قدرت أرجع بقوة، عدت حساباتي صح. كإشاعة طلعت علي، ما أصور طلعت إشاعة علي، بس قالوا أنه على أساس أنه أنا متزوج. بالروح أنت وبالقلب فدوة رحت لإحساسك، توقف لوقفات الزنب بس هي حلوة ناسك. هذا الطفل الموجود وياي ما أقول، والله إذا أريد أغني ويا مطربة أو مطرب، شنو رأيك نخلي الجمهور يقول ويا منو محمد فارس راح ينجح إذا غنى دوته؟